الحمد لله امبارح كان افتتاح المهرجان بوجود معالي الوزير اللي هو أركان حرب خالد فودة، محافظ جنوب سيناء الدكتور محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة الدكتور أحمد سام، قيادة شرم الشيخ بمشاركة 8 دول من ضمنهم الدولة الضيف دولة أسبانيا، الأردن، العراق، سوريا، فلسطين، السودان. المهرجان بيبقى فيه عدة فعاليات، طبعا عندنا بطولة كرة قدم، عندنا غطس، عندنا مسابقة ملكة جمال. الهدف طبعا ان القيادة السياسية منذ عام 2018 أدرجت ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن قانون 10 وأخرجت هذا القانون للنور، وتم إدراك فئة قصار القامة ضمن الإعاقة الحركية، والحمد لله ده كان دافع لينا ان احنا نمشي على خطى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. من حق كل قصير قامة بلبنان طبعا انه يكون بالمنتخب شو ما كانت جنسيته، قصير القامة له الحق انه يكون ضمن هذه الفئة.